ارحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا ناخذ اجر. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مطبخي الصغير. اليوم ان شاء الله كما تشوفوا غندير واحد الحريرة او الحسوبة، كل واحد كي كيسميها. كما كتشوفوا هنايا الحريرة فيها بزاف ديال الحبوب اللي صحية بزاف وخفيفة وزعما وبنينة، كتجي بنينة ان شاء الله انتم تشوفوا معايا. هنا عندنا الحبوب كما كتشوفوا، فيها القمح، فيها المزقور، فيها الدشيشة، فيها تشيشة البلدية، وفيها النافع، حبة حلاوة، وزريعة الكتان، والزريعة تنوار الشمس، يعني جميع زعما الحبوب كاع اللي هذاك موجودين فيها كما كتشوفوا، تشيشة المزقور، تشيشة البلدية، والقمح، والناف، حبة حلاوة، زريعة الكتان، زريعة تنوار الشمس. قلت لكم اول حاجة غندير هي غادي نديرها في طنجرة وغادي نوصلها. ملي تصفيوها ديروها في شي شبكه اللي ما تخليش دوك الحبوب يخرجوا، بحال النافع وزريعه الكتان ما يخرجوش. من بعد ما غسلتها درت ليها الماء وغادي نديرها فوق البوطه، غير تغلى غير تطلع الغليه صافي، وغادي نحيدها هنا كما كتشوفوا. انا غيبان لكم مزيان صافي، غنديرها فوق البوطه وغادي نخليها تغلى. ندير لها واحد شويه ديال الزيت البلديه وندير لها الماء بارد ونغطيها ونخليها تغلى، غير تغلى كما كتشوفوا، غير غادي تغلى، غادي نطفيها ونخليها. من بعد الشوكي كتولي كتنفخ، دوك الحبوب كلهم كيتنفخوا هنا. راه من بعد ما بردات انا ملي غلات طفيتها وخليتها، درتها في الصباح وخليتها حتى الليل، عاد حتى وقت المغرب واحد 20 دقيقه طيبتها صافي، ما زدت ليها والو، طيبتها. وانتم كما كتشوفوا كتجي بهذه الطريقه، وفعلا كتجي المذاق واحد الريحه ديال الحبوب فعلا رائعه. نتمنى انكم تجربوها، الا لقيتوها كتباع عند العطار غير خذوها، زعما تستحق انكم تجربوها. وكنتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم، ما تبخلوش عليا بتعليقكم، والا عجبتكم قناتي ديروا جيم وشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وبارطاجوا مع اصدقائكم. استودعكم الله.